السلام عليكم خاوتي، صباح الخير عليكم. بون جينا لكم اليوم ان شاء الله باش نكسبليكيو لخاوتنا لي زابليكاتور تاعنا ديما تاع لا غام فالبا على البرودوي هذا تاع ليفولوسيون اللي هو ميتيور 12. كيما على بالكم خاوتي ليفولوسيون ميتيور 12 هاد لا بانتور راهي سبيسيالمون تريزيستي الماء، خصيصا نديروها في لي كويزين ونديروها في لي سال دو بان ولي تواليت حاجاكم. كما تاني نقدر نديروها في اي بلاصه. بون خاوتي نحكيو شويه، نكونوا شويه خفيف برك في هذا لا فيديو باش نوصل الميساج للناس. عندنا لو برودوي هذا تاعنا تاع ميتيور 12 ديفولوسيون، طريقه العمل تاعو ما تختلفش بزاف على ميتيور 10. الفرق الوحيد اللي هو انه لو برودوي تاع ميتيور 10 وميتيور 12 يختلفوا في التركيبه الكيميائيه باش ما تغلطوش خاوتنا، لانه هذا الميتيور 12 لا باس تاعو سيتي اون باز شود تاع لاباط، فهمتوني خوتي. بون اول خطوه نبداو بها هي نخدمو بلاباط تاعنا اسال 20 سامبل نجيبها لكم. بون عندنا هذه لاباط جوان اسال 20 هي اللي نخدمو بها لي جوان تاع لافايونس. بعد ما نخلصو بهذه نديرو اون كوش جينيرال بلاباط ميتيور 12 نخدموها زيرو اندوي، خليوها تشيح نعطيوها الوقت اللازم تاعها باش تشيح. بعد ما تشيح لنا نعاودو نخدمو بلاباط بعد ميتيور 12 نخدمو ستيل تاع ميتيور 10 لي في مارموريزاتو، فهمتوني خاطي. خطوات كيما الخطوات تاع ميتيور 10، نخدمو نحطو لاباط تاعنا، نخدمو الموتيف تاعنا بلا بروسا غازون، من بعد نبخو بالماء لي سيو خليوها تشيح، ومن بعد نخدمو السوفت تاعنا على حساب لا كولور اللي خيرها الزبون ولا اللي عجبتك نتايا. بعد ما تشيح الصوفت نبداو نحطو الجال تاعنا اللي هو لو بي 40 و سيتي 50. تبعونا ان شاء الله خاوتي في لي فيديو اللي من وراء هذا، ان شاء الله نشرحوا لي زيتاب طريقه تاع الخلط، كيفاش نحترموا شروط الخلط، كيفاش نحترموا شروط الوضع الثاني، والطريقه اللي تسمح لنا باش تخرج لنا ان شاء الله نتيجه مليحه ان شاء الله. داكور خاوتي، تبعونا خاوتي في لي فيديو ان شاء الله. السلام عليكم خوتي، بون جيناكم اليوم ان شاء الله باش نكسبليكيو لي زابليكاتور تاعنا كيفاش نخدمو السي تي 50 و لو بي 40 الخاص بليفوليسيون اللي هي ميتيور 12 لا غام فالبان تاعنا. بون خوتي كاينه حاجه نوصيكم عليها، قبل ما تخلط السي تي 50 و لو بي 40 لازمك دير حسابك لا سيرفاس اللي راح تخدمها، لازمك دير ثاني عامل الحراره بعين الاعتبار، لا تمبيراتور لازمك ديرها اون كونسيديراسيون. بون اليوم انا راح نخدم يوم سخون الحال بزاف، عندي لو بي 40 وعندي سي تي 50، انا باش نخلطهم في زوج كومبلي مع بعضهم ما نقدرش نخلطهم باسكو سخون الحال وما على باليش ولا نكملهم ولا ما نكملهمش هكذا. بون واش درت؟ فتحت لابواط سي تي 50 نقصت منها، وفتحت لابواط لو بي 40 اوسي نقصت منها كيما راكو تشوفوا هكذا خالتي. دركا واش نديرو؟ نهزو سي تي 50 نفرغوه مع لو بي 40، علاش نقولكم خاوتي ما تخلطوهمش مع بعضهم كونتيتي كبيرة، لأنو نتا كاع تخدم بلا كونتيتي لي كي مخلطها إكادا تتفاعل مع بعضها، ما تجي تخلصها ما تجي تخلص تلقاها نشفت لك ولا تيرات لك، وراح يتعبك في الخدمة تاعها في الحيط. كي نمدو خاوتي نصيحة، رانا مديناها كيما يقولوها من باب المعرفة، ومن باب كيما نقولو باب تجربة هكذا خاوتي. فوالا دركا خاوتي نقومو بالمس تاعهم، خليهم يتفاعلوا شويه، ومن بعد نشرحوا لخاوتي تاريخ الوضع تاعهم على الجدار الميتيور 12 ليفوليسيون كيما راكو تشوف. فوالا خاوتي بعد ما خلطنا مع بعضه دركا نوري لخاوتي الطريقه اللي نوضعوا بها الجال على ليفوليسيون الميتيور 12.
كما قلت لكم خوتي الطريقه شويه صعيبه تطلب شويه تركيز خاصه لما يكون عامل الحراره زايد شويه راه ياثر عليكم شويه ما يستاهل كما راكم تشوفوا حيت صغير راه عرقني ماهيش مستاهله اي واحد يحب يخدم يحب يوصل يتعلم يسقسي يتبع الخطوات بربي ان شاء الله يوصل نتيجه مليحه ان شاء الله وترضي الزبون. السلام عليكم خوتي. والله خوتي كيما نصحتكم قبيله وقلت لكم باللي كي تقدر تخلط الاو بي 40 ولا سي تي سي كونت مع بعضهم ما لازمش تخلط كونتيتي كبيره لازمك تخلط كونتيتي صغيره قيس ما راه تخدم سيرتو وين يكون الجو سخون بزاف. والله خوتي شوفوا النتيجه اللي راح تصرا لكم لو كان تغلطوا كيما راكم تشوفوا ليفوليسيون عطاتنا منظر مليح بزاف بعد ما غيرنا لافايونس اللي كانت راكبه السيراميك اللي كان راكب عطاتنا منظر تاع رخام عطاتنا منظر بزاف بزاف مليح ونتمنى ان شاء الله خاوتي تنال اعجابكم وبارك الله فيكم. وانا خاوتي كما راكم تشوفوا راني نكب في الماء ليفوليسيون بدون خطر بلا سون ريسك يعني ليفوليسيون هذه راهي خصيصا للماء. السلام عليكم خاوتي.